اللوحات الجدارية ذات النحت البارز الضخمة التي تصور صيد الأسود في عهد آشور بنيبال غير موجودة الآن في العراق، لأن السراق نقلوها، هذول اللي يقولون عليهم آثاريين وحفارين، نقلوها إلى المتحف البريطاني في لندن، شأنها شأن مكتبة آشور بنيبال أيضا موجودة هناك. وهم يعتبرون هذا، هم البريطانيين يعتبرون هذه الجداريات صيد الأسود هذه نادرة، من أنفس مقتنيات المتحف البريطاني، وهي تمثل حفلات صيد الأسود التي تبدأ شلون تبدي وعن منحوتة هي تصورها، بإطلاق الأسود من أقفاصها لتنطلق باتجاه الملك آشور بنيبال وموكبه المتحفز لقتالها، وهو يركب عربته التي تجرها الخيول مسددا سهامه إلى جواره، يعني مسددا سهامه إله وإلى جواره السائق وفي صحبته ثلة من الجنود كما نلاحظ هنا في هذه المنحوتات. وقد جسد النحات الآشوري العراقي بأس ومهارة آشور بنيبال وهو يغرس سهامه في أجسام الأسود الضارية التي تثب على مركبته. ويصور النحات في مشهد آخر الملك المقاتل آشور بنيبال وقد ترجل من مركبته على الأرض وهو يقف رابط الجأش ثابت الجنان يصارع الأسد الذي يثب عليه فيطعنه بسيفه بعد أن سدد له سهما في رأسه. لاحظوا في هذه الصورة المقربة دقة النحت والتصوير الذي أبدع فيه النحات العراقي بإبراز ملامح وجه آشور بنيبال والأسد والحركة الرشيقة في الصراع بين الاثنين. ونشاهد الملك آشور بنيبال في حفلة أخرى على المنحوتات المنتشرة في القصر الملكي وهو يسدد رمحه ممتطيا هذه المرة صهو الجوادة، ثم ينتقل بين النحات إلى مشهد الأسود المقتولة متناثرة جثثها على الأرض أو الجريحة التي تتلوى وتعاني من الألم وكأنها منظر طبيعي. انظروا كيف نحت الفنان العراقي بدقة وجه الأسد ومنها اللبوة الجريحة التي أتقن النحات إبراز الألم والمعاناة في ملامح وجهها. وهكذا تنتهي ملحمة صيد الأسود، لنرى الخدم من بعدها يحملون الأسود الصريعة في موكب خاص تتقدمه الموسيقى لينقلوها إلى القصر الملكي، حيث يتم صفها عند قاعدة المذبح ليتقدم الملك آشور بنيبال ممسكا بيده اليمنى كأسا يسكب منه الماء المقدس على الأسود الصريعة تعبيرا عن شكره للآلهة. Led by a tall beheaded figure who is clearly their king, the men are shown hunting and killing a large number of lions. Unsettling to some, wondrous to many more, these are the extraordinary lion hunt reliefs. It is great art, and like all great art, the king doesn't matter. He's a forget about it king. The lions are what matter. They are as real as the sculptor could make them, and their reality persists. Obviously, in a world that's very concerned about cruelty to animals, I think people are concerned with these, but actually these are not about cruelty to animals. They are about the nobility and the force of an animal. And I think they are some of the greatest things in the British Museum.